المشروع ديال الترميم ديال الكره الارضيه العقد ديال الزمان 10 سنين دابا غادي يصرف هو شنو غيصاوبوا كاع شنو غيصلحوا باش نعرف شنو غيصلحوا شنو غيصلحوا هاد الناس ما غير ما عرفش علاش سادينا ولاش غيصلحوها كون غيخلوها كي كانت في الاول هايلي اقتقل هذيك ديك الدرهم اللي كنا كنلوحوا داك التآزر الاجتماعي كان لتحت وكل شيء واكل وكل شيء شارب وديما كاين الاصلاحات وما كاينه لا نتيجه لا والو حاشا كان مرحات كاع كاين دايرين تما شو هالمدينه اقتصاديه وكل عام بحال هكا كل عام سي ضروري تكون شي نتيجه هاد البارير اللي كاين دابا هو حبس الطريق وكيكونوا فيه يقدروا يدخلوا تما دراري صغار ويقدروا يكون مشاكل تما داروا البارير وما كاين ما كاين حتى شي نتيجه لا الاصلاحات كاينه ولكن فوقاش غيكمل هذا المشروع. الكره الارضيه معلم من معالم الدار البيضاء ودابا ولات كتشكل واحد الخطوره كبيره لحقاش مابقيناش كنقدو حنا كندوزو حنا والطوموبيلات وتعطلوا في الاصلاحات دياولها بزاف انا كنطلب يعني يسرعوا في الاصلاحات دياولها باش ترجع لينا المدينه ديالنا زوينه كما كانت ونقدو نمشيو حتى حنا ومرتاحين دابا ولينا الزحام ولينا كنمشيو حنا والطوموبيلات يعني ضروري غيكون واحد التخوف. وشوف الخطوره اللي كاينه في هذاك الطريق تقاطع كيفاش يقطعوا تمجي بنادم هكا ما فهمش عا يقولوا لنا عا يخرجوا يقولوا لنا حيت من حقنا حنا الوصول للمعلومه يقولوا لنا اش واقع راه ما عطيكش واقع انا مشيتي لمجلس المدينه وكتقول لهم عطيني دفتر تحمرت وشنو كاين واش ماشي من حق مواطن يعرف شنو واقع لذاك المآثر ديالو ما كيعطيوكش التضرير الوحيد هو المواطن البيضاوي كيجي يبغي يتنفس كيلقى فين غيتنفس يعني يسرعوا في الاصلاح ديالها باش كل واحد يبقى على الخاطر ديالو طلوبيلات عندهم من يمشيو وحنا عندنا من نمشيو هو كنطلب لهم باش يعجلوا بهذا المشروع كما عجلوا شي مشاريع اخرى ويكون المنظر ديالو زوين لهاد المدينه وكانت عندها واحد لو شارم ديالها هي ما كاينه اختها في حتى شي مدينه في المغرب وحاليا راه ما كاينش يعني معلا ما كيشوفها كتدمر غادي تولي بحال داك لوطيل ديال لينكولن غتبقى هكا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.